هو اللي صح. كم وقت جواله؟ انا موقت جوالي. اختنا وجدان موجوده؟ ابي قلب قلب. نعم. السلام عليكم. سابقا عليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا مرحبا. الله يحييك يحييك اختي وجدان. كل خير. طبعا نتمنى انك يعني تفوزين، لان دائما انت معنا في المطبخ. ما ادري انت تفوزي ولا لا يا وجدان؟ هي تفوز. لا اول اربع ايام ممكن. كم يعني فوز عندك؟ أربعة. اليوم الخامس ان شاء الله. ابشر بالخامس ان شاء الله. منافسة 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 على الفقرة باذن الله تعالى. يسمعونك الشباب. تفضل يا اختي. فازت مرتين معي ما سالتكم. سمتهم. تفضل يا اختي وجدان. يسمعك هاتم. أو شيء تقطعونه بصل صغير. حلو. بعدين تحمسونه بالثلج. أيوة. أو بعدين تصفون التونة تحطونها فوق البصل. حلو. بعدين تحط عليها ملعقة صغيرة فلفل أسود. أيوة. ونص ملعقة كمون. ونص ملعقة بابريكا. دقيقة، نص ملعقة كمون. أيوه، ونص ملعقة صغيرة فلفل أسود. أيوه. ونص ملعقة كمون. ونص ملعقة كمون. أي. بعدين. ونص ملعقة بابريكا مطحونة. حلو. وبعدين تملحها، تحط عليها شوية ملح. حلو. بعدين تشيل الصاج من على النار. إذا حمستها مع التونة هذه خلاص كلها، تشيل الصاج على النار تحطها على جنب. أشيلها من النار أحطها بالفرن؟ لا لا، تشيل الحشوة خلاص كده حمستها، التونة والبصل والبهارات. حلو. إذا حمستها خلاص تحمست تحطها على جنب. حلو. بعدين تحط عليها ملعقتين جبنة سائلة. ملعقة جبنة سائلة ملعقتين. اي على الحشوة عشان تتماسك. حلو. اي بعدين تقطع اطراف التوست. حلو. اي بعدين تحطها في الصينية، بعدين تحط عليها الحشوة، يعني تحط طبقة توست في الصينية. والقشطة؟ لا خلي القشطة بعدين جايتك. حلو. تحط التوست، بعدين تحط عليها الخلطة، بعدين تحط طبقة ثانية توست. ايوه. اي بعدين في صحن تخلط القشطة مع الجبنة مع ملعقة مايونيز، تخلطها مضبوط تحطها فوق التوست. يعني اخلط القشطة مع المايونيز مع الجبنة صح؟ ايوه. طيب دي على السريع تحطها فوق الحين اقطع البصل واحطه مع التونة، تمام؟ واخليه احمص شوي مع الزيت، بعدين احط عليه ملعقة فلفل اسود ونص كمون وملعقة شو اسمه الحمد لله فلفل اسود، بعدين اطلعها تمام. ايه. وملعقة باربيكيا احط معه. ايوه ايوه. وبعدين اطلعها على جنب، احطها اطلعها، بعدين احط القشطة والجبنة والمايونيز احطها من بعض، واقطع اطراف التوست. أيوة. واحطها عليها. ايوه. في شيء ثاني؟ بعدين تحطه على في الفرن اللي انت تحمر من فوق. حلو، احمرها بالفرن. اي من فوق بس. تمام تمام. لا تحرقونها بس، خليها تروح شويه بني كذا وطلعها. لا لا ابشر ابشر ابشر. يلا فالكم التوفيق. شكرا شكرا.